ما تجبديش ما تذكريش قاسنا. إذن مشاهدينا ومشاهدين الصفحة الرسمية ديال قناة شوف تي في، صباحكم مبروك، كنتمنى تكونوا في أفضل الأحوال. فرايت ما تطلعوا معنا باش نحاولوا نقربوكم هذا الموضوع، ونحاولوا هذه الفتاة هذا الشاب هذه تقتسم معكم هذا الموضوع ديالها. هاد الشابة اللي شافت الأم ديالها شافت الأم كيتمارس على الأم ديالها الاعتداء، كيف ما كتقول على لسان ديالها أنها تعدوا عليها في الفندق، مسؤولين ديال الفندق. فبعد ما طالبت بحقها، بعد ما كانت 5 سنين وهي خدامة، فجات في هاد الجائحة هادي اكتشفت بأن ما عندها لا ضمان اجتماعي لا والو. ملي طالبت في حقها كيف ما كتقول هاد البنت هادي أن تم الاعتداء على الأم ديالها، فنخليكم باش تسمعوا معاها. تفضلي اختي عاودينا شنو وقع من الأول حتى للتالي. أسيدي أنا ماما خدامة 5 سنين في هاد لوطيل، دايرين لها الكونطرا ديال سيمو، سيمو كيجدوها لها، سيمو كيجدوها لها، وكل مرة كيديوها البوز البوست البوست، مرة تسكن في بوست، مرة كيردوها بوست ميناج، مرة ديال لي شامب، كل مرة وشنو. يعني شحال المدة وهي خدامة؟ 5 سنين. 5 سنين خمس سنين هي هذيك من جهد الحجر الصحي، وما اصلا ديجا ما خلصوهاش في الشهر اللي دازت اللي فاتت. يا هذيك وجهد الحجر الصحي بقاو تيقولوا لها، مع حنايا كنسكنوا قدام لوطيل، بقاو تيقولوا لها البنات راهم بعادين وهذه، وانا اصلا ما كنتش نخليها حيت انا عندي فشل كلوي ومرض مزمن. يا هذيك وخايفه، خايفه من هذا الفيروس. يا هذيك ما كنتش نخليها تمشي، بالتالي هي تسكن يعني حفاظا على السلامه ديالكم. ولكن مسكينه هي عاوتاني كانت باغي تصور طريف الخبز، انا خايف الخبز. يا هذيك مهم بقات تمشي، كيضربوا عليها تمالا لوطيل كامل كتنظفوا هي، شهر تقريبا شهر 20 يوم ولا شهر 10 ايام، مهم شهر والتباقي. مهم من طلبت في حقها في الفلوس ديالها، قالوا لهم احنا صيفطت لذاك الرقم ديال 12 المسائل. 12 صيفطوا، ولكن هي ما عندهاش ضمان يعني عاد اكتشفت، هي عاد اكتشفت. لا هي ديجا عارفه ما عندهاش ضمان الدمج الاجتماعي. من قالوا، من قالت لهم انا راه باغا في ليساس، راه عندي بنيتي مريضه وخدامه على طرف الخبز وباها وماها، بغات فهمتي، بغات الفلوس يعني ما عندهاش شي مصدر عيش واحد اخر. شنو داروا لها؟ قالوا لها راه ما يمكنناش دابا نسجلوك في الضمان الاجتماعي، ان سميتو ان نفتحوا سيري فتحي كون في البنكه، وانت انفيرسيو ليك الفلوس، فهمتي، انفيرسيو ليك الفلوس في الكونت. يعني في الاول كانوا كيخلصوها غير من يديها هكا. ايه غير من يديها. هما داروا لها، هما باش يسكتوها قالوا لها كونت في البنكه. فهمتيني؟ يا هذيك ما عليناش، ما عليناش يا سيدي، بقاو فوق هي والبنات اللي خدامين فوق ما كيمشيو، كيقولوا لهم راه تبا راهي مشكله في الفيرسمون، تبا نسيبطوها لكم، ما تلقاوها في البنكه. بقاو لمده دابا تقريبا شي شهر هكاك. مهم في الاول د رمضان ولا في شي نص رمضان هما داينهم جايبينهم داينهم، هذا النهار صافي عياو الناس. يعني شحال كاين من غير ماماك، شحال بيهم؟ راه ماما هي اللي خدمات. زيد ماما هي اللي خدمات اكثريا الشهر كامل، هي اللي ما خدموش. حيت من ما كيجاوبهم حد كيجيو عند ماما للدار. فهمتي؟ كيجيو عند نيشا للدار، حيت ها هي لوطيل ها هي الدار. يا هذيك ما عليناش، معاهم شي تقريبا شي 7 البنات واقيلا. اييه 7 البنات. مهم ما عليناش، ما عليناش. هاد النهار من مشاو جات جاو المسؤولين اللي تماك، ضربوا ماما وضربوا واحد البنت معاهم. علاش ضربوهم؟ ضربوهم حيت بغاو فلوسهم، بغاو حقهم، تعداو عليهم. شتي انت شنو الاحساس ديالك دابا؟ انت انا ما نكذبش عليك، انا عيطات لي ماما كتبكي ومضروبه وشعرها، فهمتي، كتبكي والبنت الاخرى كتبكي. ما نكذبش عليك اخويا، راني مشيت كنطير، راه انا بعدا كنت نقتلهم، راه ماما كاديك. لا حول ولا قوه الا بالله. شنو الرساله ديالك اختي دابا انت الناس اللي كيشوفوك والمسؤولين؟ انا ماما باغا تاخذ حقها على كتافها، وباغا المسؤولين سميت المسؤولين اللي ضربها اللي قاسها بغيتي رد العصيبه، رد العصيبه تاخذ حقها، اللي ضربها ياخذ الجزاء ديالو في الحبس.
ياخذ الجزاء ديالو حيت هذيك راه ماما وانا ما عندي حد من غير ماما. ما عندكش الاب يعني ياسين؟ ما عندي حتى واحد من غير ماما، عندي غير مامتي. صافي هادشي اللي كان، انا باغا ناخذ حق ماما اللي تضربات، واي واحد يدير اي واحد يدير بلاصتو في بلاصتي. لا حول ولا قوه الا بالله. صافي هادشي اللي كاين. كيف ما شفتو مشاهدينا الكرام، ماشي حق فهاد المدام. كيف ما شفتو مشاهدينا الكرام، ان هاد كنتمنى راه كنظن ان الميساج وصل لكل شيء، وصل ك هذه رساله للمفتشين ديال الشغل، مفتشيات الشغل هنا بجهه فاس مكناس، يعيدوا النظر ويشوفوا، يحاولوا يديروا شي دوره يشوفوا هاد الناس اللي كيعانيوا. وهاد كورونا عندها ايجابيات، غطى عرات على بزاف د الحوايج، شحال من واحد ما كانش عنده لا سينيسيس. زدنا بان قلبي ان ما يخدموش، وماما مسكينه كانت تخدم. يعني كانوا كيخدموا كانوا كيخدموا. كلمة أخيرة أختي، شنو تقولي لهاد الناس اللي كيشوفوا؟ الله ياخذ فيهم شي حق، الله ياخذ فيهم شي حق، وتنزل المسؤولين عارفة كياخذوا لي حق لميمتي. صافي يعني هاد الشابة كيف ما شفتوا مشاهدينا كتطلب أن رد الإعتبار ديال الأم ديالها، لأن راه شفت بعينيها كيف ما كتقول على اللسان ديالها الإعتداء اللي طال الأم ديالها. فكنظن بأن أي واحد يحط راسو بلاصتها ويحكم. لا حول ولا قوة الا بالله، وكنتمنى تكونوا في افضل الاحوال، والله يفاجئ اختي، وشكرا. شكرا اخويا.